أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإن ما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. إن
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإنه يعلم السر فاستمع لما يوحى إن
فلا يصدنك عنها
إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي أراد أشهد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كنت بنا بصيرا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك
أمرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Thank you.
فَمَا
وأقيموا الصلاة وآتوا
وأنت غني عن ذنوبه يا منان.
في القبر عند البيت يا كريم. اللهم امتلك يا ربنا برحمتك وعظمتك من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود. وتعالت العذرات وتأكدت فجيعة الممات. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا انقطع منا الصلاة. صوت الشفتان. اللهم ارحمنا يا ربنا اذا شخصت العينان الى الواحد الديان. اللهم ارحمنا يا ربنا اذا شخصت العينان الى الواحد الديان. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا تجمدت اليدان والساقان. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها أخبارها بأن ربك أوحى لها. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الموت وكرمته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعل كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك بسر الثواب الفاتحة. Thank you.
الرحيم.